السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور حسام كوكب. النهاردة هنتكلم على موضوع يخص كورونا، وهو لو أنا النهاردة اتشخصت إن أنا عندي كورونا واتشخصت، يعني عملت تحليل النيوكليك أسيد وطلع إيجابي، أو دورت على السيرم أنتي بادي ولقيت إن هو بوزيتيف، او النهارده لو انا سخن وحرارتي عاليه وعندي اعراض تنفسيه، او انا جاي من منطقه موبوءه، او النهارده عملت اشعه مقطعيه على الصدر وكانت فيه المواصفات بتاعت كورونا، يبقى انا اكيد بتكلم على شخص بوزيتيف ايجابي، وغالبا ان هو ده مريض كورونا كونفيرمد. يبقى هنا هل كل الناس اللي هم خدوا كورونا كلهم بنفس الدرجه؟ لا طبعا، كلهم مش بنفس الدرجة. طب تعالوا مع بعض نعرف ايه درجات مرض كورونا. اول درجة بيقول عليها اللي هي الحالة المايلد البسيطة، وده معناه ان المريض ده سخن وعنده اعراض تنفسية، يعني كحة، برد، عنده كرشة نفس، ولكن ما عندوش على المستوى الاشعة المقطعية التهاب، اعراض الالتهاب الرئوي. طيب لو المريض ده بدأت تظهر على الأشعة المقطعية أعراض الالتهاب الرئوي، يبقى هنا احنا بنتكلم على الدرجة الثانية، وهي الدرجة المتوسطة اللي يقول عليها المودريت. المرحلة الثانية يبقى العيان سخن، حرارته عالية، عنده أعراض تنفسية، عمل أشعة مقطعية على الصدر، طلع فيه علامات التهاب رئوي، نيومونيا. طيب ايه المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الأخطر شوية، اللي هم بيقولوا عليها السيفير أو الشديدة؟ وديت بيقولوا انه لازم تتوفر الحاجات اللي احنا هنقول عليها. واحد، ان سرعة النفس بتاعت المريض بتبقى اسرع من 30 نفس في الدقيقة، وان الاكسجين ساتوريشن بتاعه اللي هو تشبع الدم بالاكسجين اقل من 93%، والاكسجين اندكس بيبقى اقل من 300 مليمتر ميركوري، واتعمل اشعة مقطعية في اول يوم واتعمل اشعة مقطعية على الصدر في تاني يوم، ولقيوا ان 50% زياده في الالتهاب الرئوي على مستوى الاشعه المقطعيه. يبقى ده عيان بيتقال عليه ان دي حاله شديده. طيب ايه الحاله الرابعه اللي هم يقولوا عليها الكريتيكال او الحاله الخطره؟ والكريتيكال يعني عيان الغالب هيتحط على جهاز، محطوط على جهاز فنتليتور، وعنده فشل في الوظائف الحيويه بتاعه الجسم، ولكن حتى الكريتيكال حطوا له مراحل. بيقولوا ان احنا في مرحله بيقولوا عليها ايرلي اللي هي المرحله المبكره، والمرحله الميدل ستيج، والمرحله المتوسطه، وفي المرحله المتاخره. طب هم بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا على كذا نقطه. الاول بيعتمدوا على الاكسجين اندكس، وقالوا ان لو الاكسجين اندكس بتاع المريض ده من 100 ل 150 يبقى الغالب ان المريض ده في مرحله مبكره، ولكن لو اتبقى من 100 لحد 60 يقولوا عليه ده مرحله متاخره متوسطه. طيب لو اقل من 60 يقولوا عليه دي مرحله متاخره. طيب وبيقيسوا ايه تاني؟ على قدره تحمل المريض ده على جهاز التنفس الصناعي. يعني بيقولوا لو القدرة بتاعت التحمل بتاعت المريض ده أكتر من 30 كيوبيك سنتيمتر مية، يبقى العيان ده حالة إيرلي، حالة مبكرة، ولكن لو من 30 ل 50 يبقى دي حالة متوسطة، ولكن لو ليه إني أقل من 15 يبقى دي حالة متأخرة. طب وإيه تاني؟ قالوا ان العيان اللي هو ايرلي الغالب ان هو صح على ميكانيكال فنتليتور، ولكن مفيش فشل في اعضاء الجسم، اجهزة الجسم الاخرى، ولكن المرحلة المتوسطة يقولوا بدأ يظهر من مايلد لمودريت، يعني اعراض من بسيطة لمتوسطة في فشل الاجهزة الاخرى، ولكن لو الاعراض دي حصل فشل تام في الاجهزة الحيوية والعيان دوت بدأ ان هو تظهر عليه هذه العلامات، يبقى العيان ده محتاج إكمو، وهو جهاز بيتحط عليه العيان عشان يقدر يعمل
يشغل الجسم مكان الأجهزة اللي فشلت. دي تقريبا كل اللي أنا قدرت أفهمه خلاص من تقسيم الحالات الكورونا ومراحلها، وإني مش كل كورونا زي بعض، ولكن في مراحل بتبقى بسيطة، وفي مراحل بتبقى شديدة، وفي مراحل بتبقى خطيرة، والغالب المرحلة اللي احنا قلنا عليها المرحلة الأخرانية اللي هي الليت ستيج اللي بتبقى في الحالات الكريتيكال، الغالب دول مرضى حالتهم خطيرة جدا وممكن نفقدهم، ولكن كل المراحل اللي قبل كده ممكن يشفوا ويرجع لحالتهم الطبيعية. أتمنى أن أنا أكون أفدتكم، وأتمنى أن أنا أشوفكم في فيديوهات تانية.